استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود بخصوص التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه ودور الكنيسة القبطية ووزارة الأوقاف في هذا السياق. وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن استعداد الكنيسة الكامل للمشاركة في دعم كافة الفعاليات التي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بهذا الموضوع، ورحب باقتراح يقضي بعقد لقاءات تدريبية للآباء الكهنة لتوعيتهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه. من جانبه أشار وزير الأوقاف إلى عمق الصداقة بين وزارة الأوقاف والكنيسة، فالجميع في ظل وطن واحد يسعون في خدمته. وأشار الأستاذ دكتور هاني سويلم إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار اشتراك كل مراكز التأثير على المواطن المصري وعلى رأسها الكنيسة المرقسية لتوعية المواطنين، خاصة مع ما تمثله الكنيسة من منبر هام للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من منظور ديني وأخلاقي.